المكان هم الناس الذين يسكنوه، فالمكان ليس سوى التجريد بحد ذاته، فالأبنية هي ذاتها، والشوارع تجري في جغرافيتها المتشابهة. لكن الاختلاف الذي يعطي كل مكان خصوصيته هم القاطنون الذين يحلقون بالمكان من الأرض إلى آفاق الزمان ويجعلونه خالدا. والنوباوي من أحياء أم درمان القديمة، وهو من الأحياء التي ربطت بين الفكرة السياسية والتراث المهدوي، وبين الطريقة السمانية وبين الجديد المعاصر. ولكن عبق الماضي يظل هو الرحيق الذي يعطر الأبنية. بهذا التقرير الجميل نبدأ معكم رحيق الأمكنة، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة الشروق ومشاهدي برنامج رحيق الأمكنة الذي يعتمد بالتأكيد على رحيق كل مكان في السودان. أفرز عقليات نيرة أسهمت بالتأكيد في كل المجالات المختلفة في السودان، فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي أتحدث فيها عن والنوباوي بأم درمان. سعيدين مشاهدي الكرام في هذه الحلقة أن ينضم بالتأكيد لنا واحد من أبناء هذا المكان الجميل وهذه المدينة الرائعة بثقافتها وسياستها وطرقها الصوفية والكثير من الأمور التي سنكتشفها معا عبر هذه الحلقة. هو كاتب ومعلم ومرشد وموجه تربوي بالتأكيد ومثقف، وابن العالم الورع الشيخ الزين عبد الله أحمد. فأهلا ومرحب بالأستاذ القدير محمد البكر الزين. أهلا ومرحب بك وشرفتنا. شكرا جزيلا، أنني سعيد جدا يعني أنا ألتقي بكم في هذه القناة قناة الشروق، وهي قناة متميزة وكثيرا ما تستضيف يعني كل أهل الطيف من معلمين وسياسيين ودبلوماسيين، وأشكركم على هذه الاستضافة. أهلا ومرحبا بك، شرفتنا كثير، وإحنا لما نتكلم عنك بالتأكيد هتجمع بين كل هذه الأمور يعني، فأهلا ومرحبا بك. والنوباوي المكان الجميل ده، إحنا حابين أول نعرف المسمى ده، مسمى والنوباوي، ونعرف شوية كده عن تاريخ المنطقة ونعرف عن جغرافيتها. تفضل. وقبل أن أتحدث عن هذا الرجل محمد يعني المشهور بالنوباوي، أحب أن أقول قصيدة يعني لشاعر معروف وهو الدكتور أحمد محمد إسماعيل البيلي. نعم. خلد أم درمان بقصيدته التي تحدث فيها عن المعهد العلمي الذي أنشئ عام 1912 والموجود والموجود الآن، وأنشأه الشيخ أبو القاسم هاشم. قال فيها شنو أستاذ؟ قال الآتي: أنا الغريب بأمريكا، ولي أمل بأم درمان، عهد الفكر مرتقب، يا درة في جبين النيل لامعة، لو أنصفوك فما بغداد ما حلب، قالوا يد الفن في أرجائها عملت، يا للحدائق نصت بها النصب، أقول ولتغضب الخرطوم جائرة فيك المذاهب والأديان والنخب، يا بقعة السيد المهدي إن ذكروا نشر العلوم فأنت الرأس للذنب، فالعلم في المعهد العلمي منبعه ثر العيون، له أشياخه النجب، لله قد عملوا بالزهد قد عرفوا، بالفقر قد هوربوا لكنهم غلبوا، يا معهدا ظل للإسلام حارسه، ومن يجادل يكن في عقله عطب، فالدين والضاد من ساحاته انطلقا، هذا هو الحق كل الحق لا كذب، فالنحو والصرف والتفسير أشرفها، وسنة المصطفى والفقه والأدب والدرس في منطق اليونان، يعجبنا علم الكلام لنا في درسه لجب، أبا المعاهد
إني منك ذو نسب أكرم به نسبا إن قيل فانتسب، لو كنت أملك ذي الدنيا وهبتكها، ثم اعتذرت لعلمي قدر ما أهب. عارفين التعصب من أبناء أم درمان وأبناء النوباوي لأم درمان، تأكيد كلنا حسينا الحاجة دي في هذه القصيدة، وبصراحة ليهم حق. نشوف النوباوي لماذا سميت بهذا الاسم في التقرير، ونرجع بالتأكيد مع أستاذنا الرائع محمد البكري الزين نكتشف معه الاسم أكثر وأكثر ونكتشف باقي الأمور. تابع سوا التقرير. حي والنوباوي من أوائل أحياء أم درمان التي وزعها الإمام المهدي للقادة، وكانت باسم القائد محمد ود النوباوي، ويقال إنه سمي بالنوباوي لسمرته الداكنة وطوله الفارع وضخامة جسمه بما يشبه أبناء جبال النوبة. والبعض يقول إنه نوباوي من تلك الجبال، ويقال إنه هو القائد الذي قتل غردوم باشا وأخذ رأسه للإمام المهدي عليه السلام. بنحييكم مرة ثانية مشاهدينا، ده كان تقرير بيتكلم عن ود نوباوي. أكيد طبعا عندك كلام بعد ما سمعت التقرير ده، وعندك قصص من خلال هذا المسمى. أحب أن أقول إن هذا محمد لم يكن هو من بلاد النوبة. هو محمد ولا محمود؟ لأنه هو محمد. محمد. نعم. محمد. هو من قبيلة جرار. هذه القبيلة وهي من النيل الأبيض، وتسكن في بين كوستي وسنجا. ولما جاءت المهدية أخذ قومه وأيدوا المهدي في فكرته وفي تحريره، وجاء بقومه من الناحية الشرقية لأم درمان، فكان النيل فائضا، استقبله أهل الفتحاب استقبالا جميلا، بل تركوا براكب الصيد على النيل ليعبروا بها. فكانوا كان محمد في عز الفيضان ده. في عز الفيضان. أيوة. كانوا يعني يعبرون بهذه المراكب التي هي وضعوها في النيل. فاستقبله أهل الفتحاب استقبالا جيدا وأكرموه. وكان وقتئذ الخرطوم محاصر من جيش المهدي، فدخل محمد هذا مع قبيلته إلى أن وصلوا السرايا الآن القصر الجمهوري. نعم. وخرج قردون بملابسه العسكرية نازل من إحدى حجر القصر، فرآه محمد هذا وأرسل له سهما قاتلا. هو أول سهم، أول سهم حربة طعنت هذا الغردون. وبعده أخذ قومه يقضون عليه ويقطعونه قطعا متعددة، وقطعوا رأسه. وحينما جاء المهدي قدموا له رأس غردون. المهدي عليه السلام قال هل هذا رأس غردون؟ لا بد أن نرى رأي سلاطين. فلما جاء سلاطين للتأكد. أيوة. فقال إنه هو. قال المهدي لمحمد وجماعته ما كنت أود أن تقتلوه، كنت أود أن تحضروه حيا لأستبدل به عراب الأسير في مصر كبدل. كبدل. نعم. إذن بعد ذلك أخذ محمد قومه ونزلوا في المنطقة، وسميت هذا باسمه. هو لأنه نشأ في بلاد النوبة، يعني ليس هو له علاقة، نشأ هناك وعرف لغتهم، وأخذوا يلقبونه بالنوباوي. زي ما كذا نحن كثيرا يكون الإنسان السوداني يعيش في مصر، ولما يأتي وليس هو مصريا نقول هذا مصري، ولا ليس مصريا حتى في يعني لاعبي الكرة نقول يا السعودي.
وليس سعوديا، ما له علاقة طبعا، ولا أيوة. ليس له علاقة، وإنما عاش مدة هكذا. عشان كده سميت ودبي أيوة. باسمه، وإذا اسم اللقب وليس هو من بلاد النوبة، وإنما هو من عرب الجرار من النيل الأبيض. جميل. وأصبح والنباوي سمي باسمي لأنه أول من سكن فيه هو وجماعته، زي أمس مسألة الأحياء الأخرى. نعم. مثلا يعني المسالمة لأنهم كانوا ناس قاعدين وأسلموا بعد ذلك. صحيح. واليهود بعضهم أسلموا بعضهم لم يسلم، وحيا العرب يعني سكنهم بعد الكبابيش، نظر الكبابيش وهكذا. نعم. كانت يعني ده سبب التسمية الأساسية لود نوباوي. نجد الوقت للطبيعة السكانية الموجودة باعتبار هو أول من سكن في هذه المنطقة اللي تسمت باسمه ود نوباوي. خلينا نشوف التركيبة السكانية الموجودة شنو برضو أستاذ محمد. وأحب أن يعني أركز الكلام ده أنه ده موجود في كتاب الحروبات، حروبات المهدي كمرجعية، كمرجعية، وفي كتاب نعم شغير الحروب المهدية لخواجة اسمه يعني ملاين، وهو موجود الآن الكتاب ده موجود في مكتبات الموجودة زي يعني مروي بوكشوب زي دار السودان. نعم. كلها موجود كمراجع. نعم. إحنا دلوقتي أستاذ محمد من خلال يعني أول من سكن ود نوباوي اللي تسمت باسمه هو ود نوباوي. آه. محمد ود نوباوي. نعم. عندنا تقرير عن الموقع وأهمية المكان ده. إحنا اللي اخترنا الليلة ود نوباوي، تعالوا نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. وحي ود نوباوي يقع غرب حي الهجرة، وشمال حي القلعة، وشرق حي العمدة، وجنوب مقابر أحمد شرفي، ويعتبر هو في حدود أم درمان الشمالية قبل ظهور الثورات ومدينة النيل وغيرها من الإضافات الجديدة في أم درمان. ومن معالم هذا الحي، بل ويعتبر من أهم معالم أم درمان، جامع الإمام عبد الرحمن المهدي الذي شهد صراعاً مع السلطة منذ أيام الاستعمار، عندما أراد الإمام عبد الرحمن المهدي تشييد هذا الجامع، ورفض المستعمر السماح له خوفاً من بعث جديد للمهدية، ولكن إصرار الإمام وإلحاحه مكنه من بناء الصرح الكبير الذي كان مناراً للمهدية الحديثة التي قاد مسيرتها السيد عبد الرحمن المهدي، واختار ود نوباوي منبراً لها. التغريد ده نوعا ما عكس جزء بسيط من ود نوباوي ومن جمال المكان، من نفحات المكان بالتأكيد لمسنا رحيق ود نوباوي. خلينا لو عندك برضو زيادة على هذا التقرير من الطبيعة السكانية، الناس سكنت المنطقة لحد الوقت ده. هناك السادة السمانية وهم لا قبائل يعني قصدي كقبائل. أيوة. يعني سكنت قبائل متعددة. قبائل من الجعلين، قبائل يعني من الضناقلة، قبائل يعني من الجموعية، قبائل يعني من مناطق متعددة. لكن جمع بيناتهم النواحي الدينية الصوفية. نعم. يعني خلينا نبدأ بالصوفية دلوقتي. طيب. المعروفة ود نوباوي بالخلاوي الكثيرة الموجودة وأسماء من بدري يعني لحد الآن كل الواحد ما يمشي بيلقى جامع بيلقى نفحات دينية جميلة، يعني خلينا نبدأ بها ونبدأ بالطرق الصوفية الموجودة فيها. طبعا أنه السكان على اختلاف ألوان ومشارب، يعني منطقتهم بيعتبروها يعني عبارة عن رمز لكل السودان، فيه جميع القبائل المتعددة، فيهم من الشرق، فيهم من الشمال، فيهم من بعض الغرب، فليس هي يعني ود نوباوي يعني حكرا لقبيلة من القبائل. جمع بيناتهم يعني النواحي الاجتماعية في الأفراح في الأتراح، من هناك المآذن تؤذن،
من الصباح الله أكبر الله أكبر، من السيد عبد الرحمن جامع، من جامع الشيخ عرف الله، الأذكار العزبة الجميلة فيها يعني صلات بين الإنسان وربه وبين الإنسان ونفسه وبين الإنسان ومجتمعه. صحيح. ولذلك عاش أهل والنباوي يعني عيش فيها نوع يعني من التكافل الاجتماعي. صح، لأن يعني الخلاوي عموما هي بتجمع الناس، مش مجرد بس مكان لتلقي العلم. يعني حتى فيها بقولوا ديوانات، الناس بتقعد بتناقش فيها أمور حياتها، بيتكلموا عن مشاكلهم، بيحلوا أمورهم برضو في الخلاوي. جدا. أيوة. يعني خلينا نبدأ بها، يعني نعرف الأسماء الخلاوي الموجودة في النباوي. أيوة. الخلاوي في خلوة الشقر والله، وبتجمع عدد كبير من الطلاب يأكلون ويشربون في السمانية. طبعا السمانية. نعم. شغل والله لأنه يعني السادة السمانية هذه الخلوة تضم عدد كبير جدا من الطلاب على اختلاف ألوانهم. نعم. يعني سواء كان من الغرب من الشرق من كده، يدرسوا ويحفظوا القرآن. نعم. ويؤهلون ليلتحقوا يعني كلية القرآن. نعم. ويطعمون في هذه الخلوة. كذلك خلوة الشيخ غريب الله، الشيخ السيد عبد الرحمن، السيد عبد الرحمن المهدي، يعني عدد كبير جدا على اختلاف ألوانهم، يعني من الغرب من الشرق من الشمال، ويقوم بالخلوتين أساتذة أكفاء يحفظون القرآن ويعلمون هؤلاء الأبناء وهم شباب المستقبل. نعم. ويهيئون تهيئة يعني دينية صحيحة ليقبلوا في كلية القرآن، ثم يذهبون إلى مناطقهم الريفية أو سواء كان الحضرية زي الجامعة زي الجامعة. أيوة. وهم يعني يقدموا لهم ما 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 ما, ما تعلموه. نعم. وذلك تخرج من تلك الخلاوة، ومنها خلوة الشيخ الجعلي. أيوة. يعني هو من بربر، تخرج من عدد كبير جدا، يعني تموا الجامعات وأصبحوا هم دعاة دعاة يعني إسلاميين في مناطق متعددة. نعم. بل هم بعضهم يعني تبوأ مناصب في الدولة. طبعا. ووجدوا احترام وتقدير، ولا زالت هذه الخلاوي في جميع في من شيخ غريب الله من السمانية ومن السادة الأنصار ومن كدباس الشيخ الجعلي، لا زالت هذه الخلاوي موجودة برضو. الخلوة اللي يعني احنا خلينا نقول انت طلعت من بيت ما بيغل عن هذه المنازل. أيوة. يعني منزل الشيخ عبد الله، الشيخ الزين. ايوه الشيخ عبد الله. أيوة. الزين. يعني برضو من المناطق من الاماكن اللي ليها نفحات برضو اللي بيتقدم الفقه. أيوة. والقران جدا. الشيخ الزين عبد الله احمد ومشهور هو بتناد، وتناد دي قالوا لقب لانه هو يعني جده كان أميرا في المهدية، وكان يحكم بحكم يعني ما أنزل الله. فمن سرق قطع يده. ومن عمل عملا يحكم، جده كان بيحاكم كما تحاكم الشريعة. أما المنفلتين. فلذلك حينما يريد يكون إنسان يعني ارتكب خطأ يقول لي اليوم يوم التناد. يعني يوم قيامتك، لأنه يوم التناد ده يوم من أيام القيام، يقول نعم. قيام ورضة موصوفة بيوم التناد. نعم. فكان دي مشهورة. قام الشيخ الزين عبد الله تناد. أيوة. اللي هو في الحي، فكان عنده دروس يومية في المساء يعلم أهل الحي أمور دينهم، يعلمهم كيف النواحي الاجتماعية، يعلمهم كيف احترام المرأة، معاملة المرأة لابد تكون لها عندها معاملة. جميل. يعني زي ما يعني يوصى عليها الشرع، دين ودنيا، ودنيا. ده يعني يوميا. بخلاف ذلك بيته عبارة عن داخلية مصغرة بيستقبل فيها عشيرته وأولاد أصحابه في الأقاليم. وذلك نحن لما كنا ونحفظ القرآن على يده، لما كانوا معنا العدد من الطلاب لا نعرف هل هو ده شقيق لنا ولا هذا، هل هو الضيف مقيم، لا كنا لا نميز. يا لا، وبقد أصبحت لنا صلة يعني قوية جدا. هي دي الميزة الجميلة اللي تجمع. حتى بعضهم يعني من تزوج من الناس يعني كانوا بعيدين، من تزوج من الأسرة ومن كذا وكذا، ومن يحفظ لهم الود إلى الآن ويحفظوا بنحييهم طبعا. هم كلهم مكان ما قاعدين وبتابعونا. افتكر برضو في خلوة
الشيخ حسن سوار الذهب. ايوه هناك. وخلوه الفكيل ماحي اللي هي منزل الشيخ عثمان صالح. ايوه عثمان صالح. ايوه فدل كلهم والدنور. يعني الحقيقه رجالهم درمان ديل كلهم ليهم يعني ليهم يعني اثر كبير جدا لمواطنهم، سواء كان المواطنين ديل في داخل ام درمان او في خارج ام درمان. جميل. يعني لا ينسوا حتى بعض الناس يعني كان بيوت ام درمان دي من الطين اغلبها. فالبيبني يعني بيت جميل يقول الله ده بنى بيت جميل جدا. طيب حجيب فيه راديو، زمان ما في تلفزيونات. أيوة. يقول لهم انا حجيب الراديو، الطلاب اللي بيكونوا من الاقاليم يكونوا لي راديو ويقرأوا القران ويحفظوا البيت. يا سلام. يعني كانوا ناس ام درمان قد يعني كانوا يعني لهم صلات قوية جدا. صحيح. وبذلوا جهد كبير جدا، خصوصا زمان الناس بيجوا من القرى والاقاليم وما في داخليات. صحيح. الداخليات كانوا ديل اهل ام درمان كانوا بيستقبلوا. صحيح. ذي الجمال الموجود فيهم طبعا من الالياف وكثيرا يعني ما استقبلوا ناس، وبعضهم كما قلت لك قد تزوجوا وناسبوا وصاحبوا. وناسبوا وصاحبوا لانهم وجدوا المعامله الكريمه. طيب استاذ محمد، برضو من الحاجات اللي يعني من خلال بحثنا اللي احنا بنعمله لقيت انه ودنوباوي بلد الوتر والكفر. يعني لها علاقه بالرياضه ولها علاقه ايضا بالفن. جدا. طيب خلينا نبدا بالرياضه دلوقتي، في رموز رياضيه في كبيره. في رموز اولا يعني زي مثلا براي احمد البشير من الرياضي الطراز الاول. ايوه. وما مثلا كان يعني من الرياضيين واحد اسمه عبد الرحمن مشهور بشاخور. ايوه. وهو اللي يعني له حتى الناحيه الاداريه في المريخ. نعم. ولا زال يعني يذكر اسمه. نعم. بخير. في يعني ابو العيلة. ايوه. ابو العيلة ده يعني رياضي وبيلعب في الامارات. يعني كان مشهور. وفي عثمان الديم. عثمان الديم يعني من اللاعبين المشهورين في الهلال. جميل. من اول. وفي يعني عبد الله رابح. عبد الله رابح. أيوة. ده كان لاعب كوره في الهلال وبعدين وكان استاذ عبد الله رابح ده. وبعدين في الان الشاب هيثم طنبل. الان. نعم. يعني هو من ودنوباوي. نعم. يعني فده من الناحيه يعني اسماء اللاعبين اللاعبين. أيوة. المشهورين. وفي هناك لاعبين يعني. يعني في جيلهم ناس براي ديل وناس شاخور ديل، ناس متقدمين وناس قديم، لكن جيل جديد اللي هو بقياده هيثم الشاب الهسا معروف ده. طيب الانديه دلوقتي اللي ضمت العدد الكبير ده من الاجيال في الرياضة، خلينا نتكلم عن الأستاذ ودنوباوي ونتكلم عن الميادين الجميلة اللي. أيوة. هي طلعت الناس. أيوة. طلعت كان زمان طبعا اللي زمان كان في نادي الإخلاص. ونادي الإخلاص ده نادي قديم جدا. أيوة. فكانت الأتيام الكبيرة زي الهلال والمريخ بتاخذوا الشباب. يعني مثلا نادي الإخلاص ياخذوا منه الشباب، ناس النادي مثلا الزهرة برضو. الزهرة. أيوة. مثلا نادي مثلا الهاشماب طلعوا من صديق نديم، نادي صديق منزور، ديل كلهم كانوا من الأندية الصغيرة تقوم تختطفهم للأندية الكبيرة. وده هسه نحن ما فاقدينه. وبعدين ديل كمان كانت المدارس نفسها كان في أساتذة متخصصين في الرياضة. صح. وذلك تلقى الأولاد يعني الأستاذ بينظر لهم أنهم عندهم مستقبل في الرياضة بيدربهم وبتاع، بعدين يخرجوا ويلحقوا طوال النوادي يلحقوا بالله. أيوه. يلحقوا ويكونوا، وده نحن الان فاقدينه. دي برضه من الحاجات اللي انا لقيتها انه النوادي يعني مثلا زي نادي الاخلاص وانديه الزهره وابروف. والفرق الروابط. صحيح. تمارينهم ذاتها كانت كلها بتكون في امام يعني في ودنوباوي تحديدا امام حوش احمد دوله. صح. الكاتب المعروف. فانه يعني كانت الشباب دول بيغزوا. بعدين ودنوباوي اللي هو معروف هسه بنشاطهم. طيب. وعندهم الاستاد بتاع ودنوباوي، وفي شباب ودنوباوي نشيط جدا في انواع وبيلعب في يعني بينافس في بينافس بعض الشباب الاخرين في المناطق الثانيه. جميل. نعم. احنا طبعا استاذ محمد الكلام لما نتكلم عن يعني بعض الشخصيات والرموز بالتاكيد هي للذكر وليس الحصر، لانه في مجموعه كبيره جدا موجوده وكلهم لهم التحيه وليهم يعني
الرموز هم وأضافوا كثير طبعا للسودان في كافة المجالات. نطلع فاصل قصير ونرجع تاني نكمل حديثنا لأنه لسه عندنا سياسيين وعندنا فنانين، هنتكلم كثير عن ورد نوباوي، تابعونا. اهلا بكم مره ثانيه مشاهدينا والنوباوي، اليوم حديثنا وهي رحيق المكان اللي احنا بنتكلم عنه بشخصياته باماكنه. تاكيد سكن والنوباوي كثير من الشخصيات والرموز المعروفه، اتكلمنا عن جزء بسيط منها. تعالوا نشوف التقرير التالي اللي بيتكلم عن شخصيات ورموز والنوباوي. في حي ود نوباوي تسكن أسر عريقة وعظيمة لها دورها التاريخي في النضال وتحقيق الاستقلال. يسكن هذا الحي السيد أمين التوم، أحد القادة السياسيين الذين يشار إليهم بالبنان، وقد بدأ كفاحه يوم ترك الوظيفة وآمن بمقولة الإمام عبد الرحمن المهدي: السودان للسودانيين. وانضم وهو شاب لحزب الأمة وشارك في مسيرته النضالية، وسافر ضمن الوفود ينادي بصوت جهوري: الاستقلال ولا شيء غير الاستقلال، حتى شارك مع نواب الشعب بإعلان الاستقلال من داخل البرلمان في 19 من ديسمبر عام 1955. ثم شغل عدة مناصب وزارية. سكن في هذا الحي الأمير نقدالله، أحد قادة الأنصار وحزب الأمة، والذي بدأ مع الإمام منذ فترة شبابه وكيلا له في مدني قلب الجزيرة، ثم رئيسا للشباب الأنصار في أوائل الخمسينيات، ونائبا لسكرتير حزب الأمة، وقاد المظاهرات، ومثل الحزب في الوفود التي جابت الأقطار وأقنع دولتي الحكم الثنائي بحتمية الاستقلال. بنحييكم أكيد مشاهدينا في ود نوباوي، اليوم نحن بنستقبله وإحنا ضيف علينا بسبب التأكيد أستاذ محمد. من خلال التقرير اللي إحنا تابعناه، يعني هو جزء بسيط طبعا من الأسماء الشخصيات، إحنا لسه عندنا رموز كثيرة وشخصيات كثيرة، خلينا نتكلم عن الساحة السياسية في البداية ونمشي بعد ذلك نشوف بعض التخصصات. يعني السياسيين القدامى ولا زالوا هم طبعا في المقدمة السادة الأنصار هو الصديق المهدي، ومن السياسيين الدكتور أوغيل، من يعني أسرة صالح جبريل، هو له علاقة بالسيد يوسف التني؟ لا ما له علاقة، لكن هو يعني سياسي وفي ودبلوماسي. فهؤلاء السياسيون ويمكن أن نقول لأنهم هناك ناس بيجمعوا بين الاثنين، يجمعوا بين السياسة وبين الدبلوماسية وبين الشعر زي يوسف التني مثلا. هناك من يجمع بين الطب وبين السياسة زي الدكتور مبارك شداد، رجل سياسي معروف وفي نفس الوقت وطبيب مشهور. صحيح. هذا المشير رحمه الله جعفر نميري، مشير جعفر حتى تشييعه كان من ود نوباوي، يعني تشييعه من نوباوي، وطبعا المشير اللي هم ثلاثة من حكام السودان كان سكن في ود نوباوي. صحيح. يعني سوار الذهب، مشير سوار الذهب، الصادق المهدي، جعفر محمد نميري، هم ديل يعني رموز حكموا السودان. صحيح. فود نوباوي يعني له يعني فيها الرجال من جميع الأطياف. نتكلم عن الأطباء، اتكلمنا عن دكتور مبارك شداد. ممكن برضو من الأطباء الموجودين، يعني هم الآن يعني في من الأطباء الشباب، في عبد الشفيع، في عبد المنعم الشفيع، ولا زال موجود. وبيمارس الدكتور الجراح المعروف، وله معاملة كريمة مع كل الناس، لكن مع ود نوباوي بصفة خاصة.
ويعني هم ما هنا الكرم بيطلع بقى المعروف اصلا متوارث يعني هو له معاملة خاصة بالنسبة لدبي ومعاملة كريمة بالنسبة للمواطنين. وهو من طبعا أسرة الشفيع المشهورة. نعم. مشهورة بالتجارة ومشهورة يعني بالأمانة وبالصدق وبالمعاملة الكريمة. جميل. من القانونيين بقت نتكلم عنهم. أيوة. أبرزهم من الموجودين في أول المباراة. أيوة. يعني من القانونيين يعني من القانونيين الزمان الموجودين هم بعضهم يعني راح على الدنيا زي مثلا يوسف بن نور. نعم. الشيخ يوسف ده كان. نعم. قاضي وعنده مسجد المشهور قاضي شرعي او مسجد المشهور هسه دي في الملازمين. ومن القانونيين الموجودين المشهور طبعا ضفع الله الحاج يوسف. نعم. رجل وزير. نعم. وقانوني ورجل يعني له الصفه ايضا السياسيه والقانونيه. والصفه الاجتماعيه. وأنه يعني رجل مشهور بالأمانة بالصدق بالمعاملة الكريمة لأهل الحي ولغيره ما في يعني ما تجد يعني ما يعني دعوة سواء كانت لأفراح إلا تجده أمامهم. نعم. وأنه يشارك يعني على الحي في كل شيء. جميل. من القانونيين يعني. نعم. وهم كسروا طبعاً دائما تسعفنا الذاكرة بهم. يديك العافية إن شاء الله. نشكرك يعني على الأسماء دي وبالتأكيد في أسماء كثيرة لها كلها التحية طبعاً. خلينا ندخل شوية في الثقافة وندخل في الفن. إحنا قلنا يعني هي منطقة الكفر والوتر. نبدأ في الوتريات بقت. خلينا نشوف أول حاجة المنتديات أهم المنتديات الموجودة في النوباوي. هل هو منتدى يعني عبد الكريم مرغني؟ نعم. ده يعني منتدى بيجمع منتدى ثقافي كبير. ثقافي. نعم. كبير. بعدين كانوا في جمعيات بتكون في المنازل. يعني لكن ليست هي كانت مشهورة زي مثلا الجمعية بتاعت بروف الجمعية بتاعت الحشماب. دي كانت يعني لعبت دور كبير جدا. لكن الجمعيات اللي كانت مجموعة في جمعية يعني شوية أصغر حبة أصغر حبة يعني. لكن هم يعني بتجمعهم الثقافة. يعني يتحدثوا يعني فيما يخص الحي. وفيما أنه يعني يخص الوطن فتجدون مثلا يعني يعملوا اشتراكات. يعني يساعدوا من يعني يحتاج المساعدة يعني يؤازروا من زي التكافل الاجتماعي تكافل اجتماعي. أيوة. زي التكافل الاجتماعي. فيعني منطقة النباوي يعني فيها يعني اتحاد مع بعض. الجمعيات دي الصغيره دي اللي هي شبه مركز دي هل كان عندها مسميات ولا هي تقريبا في كل مكان بنلقى انها جمعيه؟ والله يقولوا مثلا دي جمعيه حي الشغري بالله. ايوه. مثلا ل يعني مساعده يعني الناس في مساله يعني البساط والكراسي. كانت يعني بدت من لسه احنا كنا بنتكلم انه الخلوه فيها الحاجه. أيوة. دي كمان المركز او الجمعيه دي بتدعم اكثر التسهيلات اللي بتتقدم لطلاب المكان يعني. جدا جميل. وثاني يعني منه ثانيات جمعيه يعني في جمعيات من النوع ده موجوده في بعض يعني في بعض الحي فيه جماعه شوارع حتى يعني. في الشوارع. أيوة. حتى النساء ذاتهم يساعدوا بعضهم البعض في أفراحهم وأتراحهم. جميل. يعني بشكل عام بنقول أنه مجتمع والدبي مجتمع مترابط. جميل. إن شاء الله ربنا يديم النعمة دي. إن شاء الله. نخش بقت في الفن ونخش في الأسماء. أيوة. الكبيرة المعروفة في السودان. أيوة. والأمة من والدبي. في الفنان اللي ذكرناه ونحن قلنا صلاح محمد عيسى. صلاح محمد عيسى. نعم. طبعا ده مفهوم أنه رجل فنان و في ايضا فرقه والنوباوي للفنون يعني فيها رابط. أيوة. فيها كمان رابطه يعني شباب والنوباوي. ومن هنا من الناحيه الجنوبيه طبعا من الفنانين المشهورين محمد احمد سرور. نعم. الرجل المشهور وطبعا له هو وقامه. ف بعدين في يعني بعض توفيق صالح جبريل. توفيق ايوه يعني ده من الشعراء طبعا. أيوة. يعني ده من الشعراء هنتكلم على القبيله كلها يعني. ايوه ايوه, أيوة الشعراء يعني من الشعراء برضو طبعا المشهورين. توفيق صالح جبريل هو يعني قصيدته يا ضنين الوعد. نعم. مش يا ضنين الوعد نضر الله قصيدته نضر الله وجه ذاك الساعد. نعم. ضني الوعد دي ليش لصدق المدسة انه بالرحيق حل وثاق. نعم. دي قصيدته مشهورة
اللي بيغنيها الكابلي. ايوه العجيب الغني الكابلي بيغني لي توفيق حسن توفيق صالح جبريل اللي هو يعني نضل الله وجه ذاك الساقي. نعم. وبيغني برضه لصديق مدسي لكن ليس من سكان واد نباب من سكان الهشمان بيغني له وضني الوعد يعني بيصف فيها نضل الله وجه ذاك الساقي انه بالرحيق حل وثاقي وتراءى الجمال وزوج الاشراق يزبي معدد الآفاق كان صبحا طلق المحيا نديا إذ حللنا حديقة العشاق. جميل. دي واحدة من الأسماء طبعا أسماء الشعراء المعروفين. إحنا برضو خلينا نقول آل الشفيع. أيوة. يعني آل الشفيع دي الحقيقة مشهورين بالتجارة. يعني دائما مشهورين بالتجارة والمعاملة الكريمة في الأحياء في الحي. وطبعا منهم الدكتور ولدهم ده. ايوه دكتور عبد المنعم الشفيع. عبد المنعم الشفيع. أيوة. وبعدين عندهم دكتور اخر برضو رحمه الله قد توفي وعندهم بعض العسكريين ضباط يعني مشهورين في السلك العسكري. نعم. وعائله محترمه مثقفه يعني لها يعني هم ايضا من قبيله الثقافه يعني تجبناهم قبيل من ناحيه يعني طبيه وايضا هم من الثقافه محترمه مقدره يعني تجمع يعني بين أصالة الفكر وبين بين المروءة وبين المعاملة الجيدة يعني وناس لهم قيمة لهم التحية طبعا لهم التحية. برضو من الأسر الكبيرة أسرة الفنان الكبير الراحل الفاضل سعيد. أيوة. اللي هم جوا من بيت المال والنباوي صح؟ ايوه صح. ايوه وسكنوا حتى المعلومه اللي عرفتها انه هو كان في الكشافه ويعني الامام عبد الرحمن المهدي مش فقط مجرد سياسي وخلينا نقول روحاني وانما ايضا هو كان بيرعى يعني الكشافه. الفاضل سعيد كان اصغر عضو فيها ومن دا من المكان ده اكتشفوا موهبته وانطلق بعد ذاك زي ما هو معروف في مساله الفن. يعني دي بالنسبه للفنانين بعضهم طبعا احنا بنقول التحيه للبقيه. نجي طبعا حضرتك معلم ويعني عملت في مجالات مختلفه في التعليم عملت داخل السودان وخارج السودان وكنت أيضا موجه تربوي. خلينا نتكلم عن قبيلة المعلمين يعني قبيلة مهمة جدا أفتكر إنه له علاقة مش كده بالخلاوي يعني العنصر التعليم الموجود الديني ده له أيضا علاقة بالتعليم والتنشئة التربوية. خلينا نتكلم عن قبيلة المعلمين. الحقيقة قبيلة المعلمين كان التعليم يعني في ذاك الزمان تعليما منظما في ذاك الزمان وكان المعلمون يتخرجوا من مصانع المعلمين. يعني المعلم مصانع المعلمين يعني المدرس المدرس المدرسة الأولية لأن بيسموها الأساس تجاوزا لابد أن يكون ناجح في شهادة المدرسة المتوسطة ثم بعد ذلك يكون في معهد التربية لمدة سنتين هو يعيش كمعلم بالجمعيات المتعددة بالرحلات المدرسية بكتاباته على الصحف الحائطية فيمكث سنتين وهو طالب يعني لكن هو طالب يهيأ لأن يكون معلم جميل فيعيش في هذا الجو العلمي التربوي فيأتي بعد ذلك معلم مختدر معلم المدارس الوسطى لازم يكون من خريجين مدرسة من أنهم يعني نجحوا في الشهادة الثانوية لا. نجاحا في جميع المواد بعد ذلك يمكث في مصنع المعلمين سنتين يتخرجوا كمعلمين مدارس وسطى فيها جميع بقى المكتبة وفيها جميع الرحلات وتهيئ ويهيئ هذا الطالب يعني يكون معلما أيوة. كفؤا جميل فيكون متمكن من المادة التي يقدمها. المدارس كانت كثيرة وقتها علشان كده إذا خلينا نقول يعني هم المعلمين وقتها ما كانوا كثار لأن المدارس نوعا ما محدودة نوعا. بعدين معلمي المدارس الثانوية لابد أن يكونوا هم من خريجي كلية التربية
وكان عندهم حوافز، كان يعطى المعلم وهو طالب مبلغ من المال يريحه، ما اكثر ما اقل من 18 جنيها في الزمن ذاك، فيمكس اربع سنوات يعيش في الجو العلمي، فيكون هؤلاء يعني المعلمون يؤدون يعني ما يقومون به من توجيه رشيد ومن عناية بالمادة طبعاً وبالمنهج وبالتربية يعني أنا كنت في السعودية جاوبت مكون من اليونسكو، هم مختصون في المناهج، قالوا ذهبنا لكل البلاد العربية لنرى المناهج، العراق في الزمن ذاك يعني قبل 20 سنة، وفي مصر وفي الأردن وفي اليمن وفي السودان وفي عمان وفي عمان، وجدنا أجمل منهج هو المنهج السوداني. جميل. الطالبة والطالبة تتخرج من المدرسة المتوسطة وهي تتحدث بالعربية وبالإنجليزية صحيح. بطلاقة. وعندها وعنده الطالب والطالبة معلومات جغرافية وتاريخية عن أفريقيا وعن أوروبا. دي الحاجة الجميلة في المنهج. ده كان المنهج تعرف طبعا أن المناهج سيتم يعني نوعا ما تعديل أو إضافة بعض الأشياء، ودي مسألة جميلة يعني أنه في النهاية السودان يكون متميز. نتمنى أنه برضو بالمراجعات الجاية تكون موجودة. أميز المعلمين كانوا وقتها من يا أستاذ محمد؟ والله المعلمين كانوا مثلا يعني تجد مثلا المشهورين من المعلمين حسن نجيلة كان معلم في المدرسة الأولية، كان ناظر المدرسة الأولية، بعدين عنده كتاب لمحات في المجتمع، وعنده الكتاب مثلا في البادية، ورجل معروف وكاتب ومشهور وبالبتاع. بعدين عندك من المعلمين القدامى يعني حتى إسماعيل الأسهري معلم البنا، أحمد محمد صالح، ديل يعني متمكنين. وأنه يعني أيوة. وأنه المنهج كان لا يقرر إلا إذا جرب لمدة سنة، إذا ما جرب لمدة سنة لا يعطى للطالب، وعملوا بالمدارس طبعا أيوة. ولذلك كان في أنور محمد المصطفى عدد كبير يعني من الناس المشهورين، الشعراء كلهم، البنا، عبد الله عبد الرحمن، محمد سعيد العباسي، من الآن اللي هم عندك إسماعيل العتباني، محمد بشير، محمد سعيد، ديل كلهم يعني كانوا تخرجوا من هذه المعاهد. نعم. نجي كان لهم يعني كان لهم ما معلمين لكن كان لهم يعني رأي. صحيح. وهم عملوا في النهاية في مجال التعليم وفي مجال خرجهم أيوة أكيد خرجهم بقدرات مختلفة وكل واحد أخذ سكته، لكن في النهاية نجح بجرارة. المدارس بقت اللي كانت موجودة خلينا نتكلم عنها في الفترة دي يعني بداية في أنوبة ولغاية ما وصلنا في فترتنا الحالية. أيوة المدارس في أنوبة بالذات أيوة. في يعني لجميع المراحل مدارس والكليات دارين نتكلم طبعا. يعني المدارس كانت في ودنوا في جميع المراحل بنين وبنات. يعني مثلا مدرسة عثمان صالح اللي هي بنات أولية هي مدرسة الهجرة كانت في ودنواوي، وأنا ذاته من درست في مدرسة الهجرة الأولية وكان معانا من زملائي عثمان صالح اللي هي أصلا كان خلوة الفكيل ماحي يعني موجود كان في منزل الشيخ عثمان صالح، بس بقت مدرسة مدرسة بنات أيوة. بعدين مدرسة الهجرة الهدسة بيسمين لها الركابية، درسنا فيها وأنا من دفعة نميري درسنا في المدرسة الأولية هنا، ودرسوا في عدد كبير جدا الآن يعني منهم من تبوأوا مناصب عديدة متعددة، سواء كان في الحكومة أو سواء كان في المسائل يعني المسائل بتاع الاستثمارات وكذا. يعني أنا بتذكر من الناس اللي درسوا معانا، وبعدين مرة مشيت برضو درست في المسالمة الأولية يعني من الناس اللي درسوا معي في المسالمة الأولية، مامون الله يرحمه، مامون البرير أيوة من الناس المشهورين، رجل الأعمال المعروف، رجل الأعمال المعروف كان رجل طيب والاقتصاد طبيعي. يعني ديل من الناس اللي درسوا معي، واحد اسمه يعني كمال بشرة من الأطباء المشهورين يعني كان من أهله معنا هناك درسنا سوا، وهو بقى طبيب وبعدين اللهم ارحمه واغفر له غادر الحياة، ومهندس خليل أبو قرون، يعني عدد من الناس الأسماء المعروفة دلوقتي موجودين لهم. نتكلم دكتور أستاذ محمد يعني دي لمحة خلينا نقول عن أطياف مختلفة متنوعة، إذا كانت في السياسة، الفن، الرياضة،
التعليم، السلك الدبلوماسي، كل المسائل اللي احنا تكلمنا عنها بشخصياتها وبرموزها، التغييرات اللي حصلت شنو؟ انت عشت في جو جميل والناس بتتذكر دائما يعني رحيق المكان ده بالهدوء الموجود، بالنفس الجميل اللي بنلقاه في كل بيت، العلاقات الممتدة والمتواصلة إذا كانت في الخلاوة أو إذا كانت في الجمعيات اللي بقت مراكز دلوقتي. الشيء اللي تغير شنو؟ الشيء الجديد اللي يمكن نقول إنه أضاف للنوباوي أو أخذ منه. الحالة الاجتماعية الآن نظرا ل النواحي الاقتصادية، فيهم من اغترب وفيهم من شغلته الحياة اللي هي من الناحية الاقتصادية. فالنواحي اللي كانت فيها اتصال على الدوام يعني أصبحت نوعا ما ليست كالزمن السابق. الزمن السابق ليه دائما الكلام ده؟ ليه نسمع دائما احنا كجيل انه الجيل ده ما بتعوض ما بتكرر، الجيل ده جميل وما بت يعني ما زي الجيل ده، اميز الحاجات الموجوده تحديدا في النوباوي يعني مثلا اميز الحاجات اللي كانت موجوده مثلا محل علاقات، مثلا لما تيجي مسائل الزواج مثلا ما كانت في مسائل ما الزواج لما يكون مثلا في ود نباوي، وطبعا بصفه عامه في السودان، لكن في الزواج مثلا في 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 ود نباوي ما تكون فيه مشقه من الناحيه الماليه. ثانيا انه الشاب او اهل الشابه ما بيزعجوا اذا جاءهم خطيب ما يقدموا، والمسائل ذاتها ما كانت بال يعني بالصعوبه دي. أيوة. يعني اللي هي اصبحت يعني تكلف الإنسان بما لا يستطيع. الكم بيجي ده يعني خلينا نقول إنه الأسر نفسها كانت معروفة وما كانت بالكبر أو بالوسع اللي إحنا فيه. يمكن على اسم الـ يعني الأسرة أو معروف هم من وين وكده بيتم التزاوج بتراضي من غير أسئلة كثيرة. ولا المشكلة شنو دلوقتي؟ والله المشكلة أولا زمان أكثر الناس يعني يمكن يتزوجون في الأقارب. ما تكون في مشكلة مادية ولا بتكون في مشكلة معرفة من هو الإنسان. العيلة بتشيل بعضها. العيلة بتشيل بعضها. ثانياً أنه بتعرف مثلاً من هو عمها بحيها. تعرف أنه سلوكه كيف. بعدين كانوا الزمان في الزمن ذاك الشباب ذاته يعني كانوا من الرجال يتمتعوا بحياء عجيب. يعني يمكن الواحد جارته هو ما يعرف أنها هي دي، يعني ما يكون فيها، ما يعرف انه هل هي عندها اخت ولا ما عندها شيء، يعني ما كان بينظر لها الا في حياء وفي ادب وفي رقه وفي احترام. نعم. وكذلك الشابه كانت بتنظر كده. فلما يكون بيناتهم تبدا مصاهره فبكون في سهوله في كل شيء، في صحيح. المعامله طبعا. في القبول الاخر. ثم انه كانت هناك برضو يعني زي الساده الخاتميه والساده يعني السمانية والسادة الأنصار. نعم. كانوا أيضا بيتزعموا في مسألة يعني سهولة ويسر الزواج. أيوة. لأنه بياخدوها من نواحي دينية طبعا. بياخدوها من ناحية دينية. بعدين الناس ذاتنا الأب البي هو ذاته متأثر من الناحية الدينية. يعني ما بقي في عقبة في شاب يعني أراد مثلا الزواج والإقتران بأي يعني ما يعني ما ما بيعملوا يعني حاجات تمنع الشاب وكذا. وثانيا يعني المسألة سهلة، كانت الحياة زادة سهلة لكن هسه الآن في صعوبة يعني. نعم. يعني حتى في السكن زمان تلقى الأسرة كلها الأب عنده منزل كل واحد جاي له أوضة. أيوة. مع الزوجة الجديدة وما في مشكلة، لكن هسه بقت المشاكل في حتى السكن بقت فيه مشكلة. بقت أنا في مشكلة. أستاذ محمد السبب. يعني طبعا المشاكل الحياة اللي احنا فيها دلوقتي بنتمنى انه نتغلب عليها بالحديث عن رحيق مكان زي ود نوباوي، فيه عادات وفيه تقاليد وفيه كمجتمع سمح فيه كثير من الخصال الجميلة، واللي احنا كجيل بنفخر بالتأكيد بكم، نفخر بكل ما انتم قدمتوا لنا من رموز قدمت الكثير بالتأكيد للسودان، أخلاقيا وعلميا ومهنيا. لكم التحية كجيل
الجميل ولكم التقدير ولك شخصيا منا كل التقدير لحضورك لنا في هذه الحلقة من ود نوباوي. أكيد مفروض نتكلم أكثر لكن زمننا للأسف إنه انتهى. طبعا ابن العالم الورع الشيخ الزين عبد الله أحمد الأستاذ محمد البكر الزين، بشكرك كثير لحضورك وشكرا جزيلا لك. والله أنا أشكر يعني قناة الشروق، وأنا أتمنى يعني الشباب يعني كل حياة سعيدة، وأشكرك أنت في أنك يعني أنك استضفتيني، وأني وجدت منكم من القناة ومنك بالذات كل تقدير، وأتمنى لكم يعني أن تكون لكم يعني الصلات الطيبة المستمرة. آمين. بين القدامى والمحدثين. آمين. وأشكركم جدا شكرا جزيلا. شكرا. وأشكرك بصفتك خاصة. أشكرك. وأشكر القناة بما تقوم به يعني من اتصالات متعددة، وتقدم يعني الشيء الجميل للمجتمع السوداني. نتمنى انه يعني من خلال ما بنقدمه انه نعيد لكم ذكريات الجميله، ذكريات المكان، وبالتاكيد نضيف للجيل الجديد ده الكثير من الفخر والاعتزاز بكل ذره تراب سودانيه. شكرا لك بالتاكيد استاذ محمد، وبشكر كل مشاهدينا اللي كانوا معنا، بنشكر بالتاكيد كل من يسكن ود نوباوي، لكم منا كل التحايا والتقدير، وباذن الله تعالى يوم الثلاثاء القادم حلقة جديدة ورحيق مكان جديد. إلى اللقاء.